مشاهدينا على أشواق تيفي، كنحييكم مره اخرى من مدينة بوفكران. كما شفتوا الضجة اللي وقعت في هاد اليومين، يعني واحد الشاب وضع حد لحياته بسبب كما كيقولوا الناس والشارع ديال بوفكران انه تعدى عليه الخليفة وعاون سلطة. واليوم معنا الاب ديالو في اول خروج اعلامي، غادي نشوفوا يعني الواقعة كيفاش وقعت ونحاولوا اننا ناخذوا بعض المستجدات من الاب ديالو. عمي السلام عليكم، اولا البركة في راسكم، جيت ولدكم. يعني كيفاش لقيتوا هذا الخبر هذا ديال الوفاة ديال الابن ديالكم؟ انا ما عندي اخبار، كان عندي جوج ديال الناس ضياف قيارين عندي وتعشوا عندي ومشاو حتى الليل. هو ملي خرج في الصباح ما شفتوش، انايا ما شفتوش قيال وبايد حتى الغد ليه في الصباح. نوت انا نوت مشيت فطرت واحد شويه، منين جيت قالت لي امه واخته، قالوا لي مصطفى راه منتحر. كيفاش؟ قالوا لي مصطفى راه منتحر. طلعنا فوق السطح لقيناه راه منتحر. انا ما عندي خبر ديال هذا الشيء، هذا حتى كيعاودوا لي غير الناس. ديك اللحظه فاش لقيتي ولدك يعني معلق في السماء، واش غادي نقول لك؟ ما ديك اللحظه هذيك ما لقي كي غادي يدير، واش نقز حتى انا عن السطح ونمشي ننتحر؟ ولدي عمره ما خسر لي شي حاجه في عمره 41 عام. كنتمنى غير باش يتزوج ويخليو لي اليد وما بغاش. ولدي ما حتى شي واحد ما كيحكي عليه القبيحه. ما اللي تسولوا على مصطفى ريحان يقول لك الله يعمر هدر. ما عمر شي واحد حكى عليه شي حاجه. وهذا هو، انا ما نكذب على حد وما نقول زعما شي حد. انا ما عندي خبر حتى. يعني الناس كيقولوا بانه يعني حتى الاقارب ديالكم كيقولوا بان تعدى عليها عون السلطه والخليفه. اي قالوا لي الناس، قالوا لي الناس بالله تعدى عليه الخليفه ومخزنيه ومقدم. هذا هو قال له، واش مشى يطلب له لابيلانس؟ قال له مشى يطلب له لابيلانس. قال له المقدم، قال له واش هذا باه اللي ما بغاش يدير التلقيح؟ وانا داير التلقيح ومعاود. وهو قال له ايه، قال له هذا الشيء اللي قال له، يمكن هذا الشيء اللي قال له المقدم. ولدك مسكين قبل ما يموت خلى واحد الرساله في واحد الورقه، كتب عليها بعض الكلام، كتب اللي راه الخليفه وسميتو وعاون السلطه هما اللي تعدوا عليه. يعني قراوا عليك هذه الرساله؟ هي قالوها لي، هذا الشيء اللي قالوا لي الناس، قالوا لي. ولكن انا وكلت امر الله، انا وكلت امر الله وصافي. هذا ما انا كتشوف اللي ولدك تحقر مسكين. نعم كتشوف اللي ولدك تحقر. ولدي ايوا انا محقور، ايوا محقور ليا. وانا هذه 7 سنين انا طرحت فراش، هذه 7 سنين وانا طرحت فراش، ما كنقدرش. شهر هذه دابا ما خرجت انا مع الباب، شهر 30 يوم هذه ما خرجت. ايوا هاد عون سلطه وهاد الخليفه، يعني واش كان عندكم معاهم شي مشكل شي حاجه ذات منقبه؟ ما عندنا مشكل، شنو المشكل اللي عندنا حنا؟ حنا ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. احنا مشكل الا كيخلقوا هما رؤوسهم، الا كيخلقوا هو هذا. ملي يقولوا الخليفه، يقولوا واش بين هذا اللي ما بغاش يدير التلقيح؟ وهذا هو مشكل. وانا داير التلقيح ومعاود وداير سميتو، هذا هو ملقي. اليوم يعني خرجوا بزاف ديال الناس كيتعاطفوا مع الابن ديالك. من حقهم، هذا ظلم، هذا من حقهم. شنو كطالبوا؟ شنو الرساله ديالك اللي بغيتي؟ كنطلبوا حقنا. تظلم ولدنا حقنا، تظلم. بغينا حق ولدنا. هذا الشيء اللي كنطلبوا، ما كنطلبوا حتى شي حاجه، لا اقل ولا اكثر. وما نصر الا من عند الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.